محمد عبيد حماد المشرف على فريق الكره بنادي العين، مساك الله بالخير اخوي محمد. بالخير ونور وسرور ابو زايد. الله يسلمك. اجنده فريق العين خلال شهر ابريل والاول مايو تتضمن 9 مباريات، كيف ترى الوضع عندك؟ والله قبل كل شيء احنا قرانا الخبر، لم نستلم شيء رسمي لحد الحين من اتحاد الكره ولا لجنه الدوري المحترفين. نعم. بالبدايه احنا لما طالبنا بوقفه الاتحاد واللجنه وتدعمنا في تسهيل ماموريتنا من خلال هدفنا ان نكون ان شاء الله نحقق التمثيل المشرف والنتائج الايجابيه في الاسيويه قبل نتائجنا في المسابقات المحليه. نعم. فاعتقد بالتغيير هذا لم يتغير شيء بس ولم يفيدنا بشيء، بالعكس كنادي العين متضرر كثير من التغيير اللي حدث. وصراحه باللي احنا متى ما وصلنا شيء رسمي من الاتحاد مؤكد نبعث رساله ثانيه ايضا تطالب اما بعوده الجدول القديم، لان كان في الفتره السابقه المتضررين فريقين اللي هم الشباب والعين، حاليا بقيه الفرق الممثله ايضا تتضرر من هذا الشيء. يعني كان الاجدف في الاسبوع الماضي مثلا وقت توقف المسابقه، مسابقه الدوري اللي هي تلعب بالدوليين وتوقف ايضا بالنسبه للمنتخب والمباريات الدوليه، ان تلعب يلعب سيمي فاينل مثلا في كاس الصالات. نعم. اخر جوله. نعم. كابتن محمد خليني اسالك سؤال، هل تمت استشاراتكم؟ لان عارف قبل شوي يقول ان في كلام ان تمت استشارات الانديه في هذا الجدول. سالت الناس اللي في اللجنه الفنيه، في ناس موجودين في اللجنه الفنيه قالوا استشرنا نادي العين ونادي الشباب. هل حصل هذا الشيء يا اخوي محمد؟ والله كناس كاشخاص معنيين بالفريق الاول، لم سواء المدرب او اداره الفريق لم يخترنا اي حد بهذا الشيء ولم نتشاور مع اي حد في الموضوع هذا. احنا فقط طلبنا رساله رسميه للاتحاد وكنا على عشان ان تكون الوقفه معاهم يعني بتسهيل ماموريتنا، رغم اني اعتقد ان يعني الكل متضرر ونحن نعرف نقدر جهد اللجنه وجهد الاخوان اللي في الفنيه ايضا من خلال ايجاد مخرج للازمه او للمشكله القائمه فعليا، يعني نعاني الجميع منها. لكن اعتقد اذا كان هناك من مخارج اعتقد ما بيكون في الوضع اللي هم اقترحوه اللي هي اللعب يوم 6/4. نعم. يعني نرجع ايوه هل يعني عفوا محمد احنا عن نفسنا راضين نلعب يوم 6 الا اذا كنا مجبرين يعني، وقد نلعب بالرديف في المباراه هذه، لكن اعتقد اننا ايضا كنادي العين بنظلم بالطريقه هذه، يعني لان لا يمكن تلعب مباريات مثل ما تفضلت قبل شويه، حتى الفيفا يمنع اكثر من 6 مباريات تنلعب في الشهر. نعم نعم. اذا 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 مورينيو تفصله عن دوري الابطال باسبوع عن المباراه المقبله، هو يحتاج من اليوم يعني قاعد يحتاج الويفا بالنسبه لعدم يعني المسافات اللي لعيبته صحيح بيقطعونها من القارات، وعنده من 9 اسبوع وهو محتاج على الشيء هذا، لان علميا وطبيا صح لا يجوز مشاركه اكثر من 6 مباريات في الشهر يعني. اذا يا اخي يستفيدون من لوائحنا هني ويستفيدون من قراراتنا هني لويفا. تفضل يا عارف. لا انا ابغى اكد بس، هو قالها الكابتن محمد موضوع المشكله الكبيره اللي كانت امام فرق العين والشباب مباراه 6 اللي كان معنيين فيها 4 اطراف. نعم. صح ولا لا محمد؟ يعني نعم بامكانهم نعم كان التوافق في حتى موعد، لو قعدوا لوحدهم وخذوا الاجنده على جنب كان بامكانهم يطلعون في المباراه في موعد يرضي الـ4 اطراف. صح ولا لا؟ لكن ان احنا اليوم يعني الاحتجاج ترى مش على نوعيه مباراه بقدر ما هي على ان في مباراه، يعني حتى لو قرر اليوم المدرب انه يضحي في مباراه الدوري، هل تتوقع وانت تعرف جمهور العين كابتن، هل تتوقع جمهور العين بيوافق انه يخسر من الاهلي مباراتين لان انا قاعد العب بالرديف؟ ما بيوافق. غير كذا تتكلم عن وضع وايد محرج للكل، للجهاز الفني. بالنسبه لنا صراحه ايهما اقرب بالنسبه لنا في البطولات؟ الدوري ولا بطولات ثانيه؟ دوري. مع طبعا هدفنا وطموحنا هذه بعد نقطه ثانيه. نعم صح. لان انا صراحه بامانه انا افضل ان نلعب سيمي فاينل. محمد اسمح لي، يعني ما اعتقد ان لو قلت ان عشان الدوري بضحي بالاسيويه حد بيرحمك. صحيح كلامك. بالعين نحط على المقياس يعني الحلول اليوم اخ محمد، احنا في شهر اليوم بدل ما تلعب 9 مباريات في شهر، انا عندي 4 مباريات، خليهم 6 مباريات يوصلون في شهر 5،
لان لحد الحين انا ليش ما مثلا اجلت بسبب الظروف اللي صارت يعني في المرحله السابقه الجوله رقم 14 ليش ازج فيها في الفتره الحاليه يعني انا وانا عندي والصوره ما بواضحه وممكن اجد مخرج في شهر 5 بمعنى ان اليوم حظوظ فرق فرق الامارات المشاركه بالاسيويه لحد الحين اهم مرحله بالنسبه لهم جميع الفرق اللي هي المباريتين الجايات نعم. لان في حال تحقيق نتائج ايجابيه بيجدوا نفسهم فرصتهم كبيره للصعود نعم. غير كذا في حال الاخفاق مثلا ونتائج ما تحصلت نتائج انت قدامك المخرج في شهر 5 تستقل بدور 16 بيكون فرق الامارات مش موجوده في الحاله وان شاء الله ما يكون هذا الشيء يحصل لكن ايضا هناك مخرج يعني انا بامكاننا يعني كفرق اذا الاخوان في اللجنه يعني يعودون النظر للاجنده ونلعب يوم 3 بدال 5 مثلا ونلعب بدالها يوم 7 ونلعب يوم 11 اجيب الجوله في الفتره الحاليه عشان انا وفيما بعد انظر هل انا مستمر في الاسيويه كفرق الامارات او اني بعدني طلعت منها في حال خروجي منها انا استقل فتره 14 و15 و21 و22 من شهر مايو بلعب الجولات المتبقيه يعني. صحيح صحيح. يعني تعرف اخوي محمد اطلع الجدول 23 ابريل انت عندك مباراه مع الهلال السعودي. نعم. 26 ابريل عندك الجوله 23 الدوري، 30 ابريل بتلعب ويا الاستقلال الايراني. صحيح. يعني خلال اسبوع ثلاث مباريات مستحيل يعني. لا واذا نعم. اذا ان شاء الله يتاهلون يعني كل الفرق نعم. اذا حاله تاهلوا بيلعبون على دوري مضغوط على اهم مباراه في دوري ابطال اسيا دور 16 اللي هي مباراتين نعم صحيح يعني بتحصل نفسك انت بعدك معانا مع اخر مباريات في الدوري اللي يفكر في الهبوط واللي يفكر في اسيا واللي يفكر في دور 16 يعني شيء صراحه شيء غريب الله يعينكم يا محمد على هال يعين الجميع الله يسلمكم موفقين ان شاء الله بارك الله فيك تسلم الله شو ترتيبات سفركم؟ اي ترتيبات؟ ما فكر ضايع خلال الجدول مضغوط الفكر ضايع بامانه انا الحين لحد الحين في الطريق طالع مع المدرب يعني على اساس انه يكفخ براسه صراحه يعني اذا احنا شيء ما يصير ما يعقل يعني انت ويا كوزمن؟ اي والله سلم عليه يبدا بخير استاذ محمد عبيد حماد مشرف نادي العين شكرا جزيلا لك